الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. ستي هنا تيا، شكي ديري وحدك في الظلمة؟ شكي تعزيني قبيلتينا على بغيتي ربي؟ السبعة ونص مازال عم تخرج خوك. أوه ما انزل الحالس، تيا ما تمليش من الهضرة. قبيلة في الكوزينة سمعت رصاص. يا ودي دوك الدراري راهم يلعبوا بالديناميت، ماشي رصاص. أنا فيني سمعتهم؟ كيف انا اسمع في رصاص وتجي تقول ديناميت؟ دي رصاص راه كل يوم ياما، ماهيش حاجه جديده والفناها. انت وبي دايما ديرو كيما هكا، هو غير يشوفني جا خالد ولا مازال ما جاش. وانتيا تبقى يبس سوايع راحه جايه عند الثقه، ومع التالي يدخل خالد سالم لاباس عليه. خليني من خالد وقولي لي، انا العرس تاعي ما بقى له والو، مازال لي قاطو، مازال لي العرضه، والبلوزه تاعي مازال ما كملتهاش، خايفه ما يكفينيش الوقت. تقضي صوالحك والقاطو والعرضه خليهم عليا انا. قلتلكش الله عمرك اسمت العرس كي قاطرت. الساحة الميدانية بسم الله معتمدين إياها الحل الوحيد لوضع حد لأعمال العنف. فيديو داخلي على رفض هذه الخطة تشهده الساحة السياسية أملا في حياة أفضل بعيدا عن الطائفية والتفرقة التي لا تزال تحصر العشرات كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير كيفين ديروا معاك ضربك؟ دايما ديرنا كيما هاك؟ علاش تاكاين؟ كيفاش تاكاين؟ تتهيب المعلبة كيفاش تاكاين؟ هذا اللي حلو. ما كريت بين لك هاكا راهي مليحة؟ جايتك شابة بنتي. ما إلا ما عجبتكش غير قولي لي، ما تجاملينيش. خالد على بالي بلي أنت ما تجملش، قول لي رايك وبلا طنيزة. هاكا جاتني شابة ولا دوري نشوف. شنو اللبسه تاع الكافيه؟ كتبالي فيها كي البراكه. براكه مالك تجي فيها الهضره بيسله؟ سقسينك على رايك بلا قميص، فيك تعطينا رايك بلا قميص؟ لا لا ينقص ربحك، شابه شابه. نقول لك حاجه، عريسك هذا لو كان يديك في حول الدار ماهوش خاطر، راه دايم راموس. بلا كيف اخو؟ شحال تبغي تفهم؟ سقسينك على راهو شابه ولا ماشي شابه؟ واه شابه صافا هكا. خالد جا خالد. واه جا نوض تدي حقك. هاني جاي بوي. علاش تاكي؟ كي توصل عندو ضعف. هاني كون نشوفك الليله هذي تولي لي بيتك برا. علاه راه صايم اليوم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. وهذه هي المرة الأولى التي ترى فيها.
إنها مغطاة. هاش هذا لا طفيت. وين كنت هامل لهذا الوقت؟ جمال صاحبي تعرفه. شكون هذا جمال؟ للعشاء معنا الجمعة اللي فاز. ومالو هذا؟ راه داير العرس تاعو. قلت لعاون فيه زدني شوية. والعرس دروك؟ ولا لا بوي؟ ياك العرس نهار الخميس. واليوم الحد. لا هو راه داير غدوة ماشي الخميس. الخميس ولا الحد؟ هذا صاحبك عاونه في النهار. ماهوش محتوم عليك المعاونة في نص الليل. نص الليلة؟ راهي ثمانية بوي مازال الحد. روح يعرف جمال صاحبي. من تمشي نخليه وحده في وقت كيما هذا. حيقول لك سمع فيه يا بوي. انت ما تفهمش ولا كيف هذا؟ انا قلت لك سمع فيه؟ انا قلت لك نعر الشيطان ما تخيبكش امك مسكينه ملي تخرج وهي رايحه وجايه للتقى. ساكن بوي سقسيتني وين كنت خبرتك. اسمع من اليوم الباب يتبلع على السبعه. لو كان تجي من بعد هذا الوقت تبات برا. صح بوي. خلاص كملنا الهضره. خلاص بوي هذي تال والله ما نزيد لعب. قلنا كملنا الهضرة. اسمع لي بوي ما ندمش هذا المرة. جمال طلب مني باش نعزف له في العرس تاعو وانا عطيته كلمة. والعرس راك عارف ما يكملش قبل العشرة. كيفاه كيفاه؟ عاود شا قلت؟ تعزف له تبا تهبل وتهبلنا معاك. هلا بوي انت ما عندك قلب. انت الخطره اللي فاتت سلكت منهم شعره وما ضعفتش. ما تخافش بوي كم مره دير فيك وراجل مبلع الدنيا هانيه. ما نخافش. الخطره اللي فاتت درتها في دار مبلع وقلت لي ما تخافش. وش صار؟ دخلوا عليكم وكسروك العود على راسك. بصح الغلطه في انا اللي خليتك شريت هذا الهم تاع العود. بصح فهمني بوي. ما نفهمش. ما عندي ما نفهم. انا نفهم باللي الناس راهي تموت كل يوم سبه ولا بلا سبه. انا نفهم ما نحس انا وامك نهار اللي تخرج من باب الدار انت ما نعرف الا نزيدو نشوفوك ولا لا. بصح هذا الصوالح ما تفهمهمش انت. وهضرتنا ولات ما تاثرش فيك. بالعربيه كبرت ذروك. خلاص ما تسمعش راكبي غير اللي بغيتها هي اللي تكون. كيفها بوي هضرتك ما تاثرش فيك؟ انت عندك الصح في اشتراكتك. انا غلطت كي وعدتو. اسمح لي بوي بصح طفرت وعدتو. وانت ما يرضيكش بوي ولدك يغور ذري ما عندوش الكلمه. انا عندي طلبه عند ربي سبحانه نشوفكم المومين قدام عينيا حتى تدفنوني انا وامكم. ما تهضرش هذه الهضره بوي. انت الخير والبركه اللي بغيتها بويتكم غير ما تنويش راك. شوف ابوي مو غدوه ان شاء الله على السبعه راني فطر صايبوي. مغازي سليم 8/20 العام كامل شفت الدير عمرك ما ركزت. كي تكبر راك رايح تندم عليها. عطفي امينه 14/20 كنت مقاره تبدي نقطه خير من هذه. اعطيني قانون السقوط الحر. المسافة هي نصف التسارع في زمن مربع. راجعي مليح سؤال ثالث. صالح خالد هذه ورقة فعلا تفتح الشهية. هذه ورقة تلميذ يحوس ينجح. 19.5/20 في الفيزياء أحسن نقطة على مستوى المؤسسة ومشي بعيد تكون أحسن نقطة على مستوى الولاية. نتمنى هذه هي النتيجة اللي تدي بها الباك تاعك خالد. نجيبه ولا ما قلتلكش؟ انا والله ما بغى يعطيني. ايه باش تعرف باللي امينه كي تقول لك كلمه كلمه. صحيت خالد تري قاعد تقرا لي هنا وانا رحت جبت لك الكتاب. الله يعطيك ما تمنى. امين. والكتاب تاع الموت كملتي به؟ واه كملت به صحيح. تجيبيه لي غدوه؟ لا غدوه روح للدار على بالك.
وين ترجعي؟ الأربعة، تجيبوك الأربعة؟ الأربعة معليش. أيا أوكي، الأربعة العشرة تسالي في المكتب نقارعك، أوكي؟ إن شاء الله. أوكي صح. زيد احفظ لها هاك هاي بزاف هاك قول بسم الله زيتونة صعيبة بهتمت زيدها شوية ما برك هاي صلاة على النبي على صوت سارو شك تحوز آلي جو تاعي والراس راوينا في الكازي تاع الماري حبيبي امي روح شوف شكون ما تنساش قول شكون قبل ما تحلى واي خالتي امي هدي راه مسخين شحال من مره قلت لك تحل الباب قول شكون ما تفهمش مال اخويا شنو جاي مش عارف قمر مباشي شعر غير بارح تلو لي بيجت هضرك تهضرك ملاح ما بغاش ديرها في الجيب تاع السروال في تاع السروال كي نخرج نصلي عليك معايا ولا باش نعذرك ايا امين ما تبداش تسبل فيا قلت لك نخرج نصلي عليك معايا وزبزي دارك كبير دروك ما بقالك لا نعم الجميع تخرج في ليكول على بالك لا 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 ما تخرجش ليكول انا والله ما ندخل انا ماكش حوس ولي تقرا وتكتب ولو عندك فراريس وقلم ملونه والعاجين انا خاف يقتلوني ارهاب كما قتلوا صاحبي رابح شكون اللي قال لك هذا الخطر رابح صاحبك ضربه تولوط وقمنا ما قتلوش الارهاب واش من الارهاب هذا واه واه ضربه تولوط واه راني نكذب عليك انا امينه مالك خوف هاك انا ندي وصل كبيري وانا نرجع كبيري كاع ما يخافش خويا صح خلينا وانت تصنع الجو تاعي خاف بك القرا تصبح تتعشاو ما نعجبش اليوم انا اللي معوض وراك الحفاني جامع راه داير عشو الليلة انت كامل راه تفيد العروسات ما تخافيش ها هو باغي يدير لي كيما بغي تبات ولا تجي نجي ما عندي وين نبات 10 على 10 ونص حج ال 10 ونص بات بعد ما جابك ما تخافيش مو باهم يوصلوني باللوطو حتى للدار ما تنساش مو حقي تاع العشاء كي ترتاحتي في الفريجيدير هاي تبقى على خير مول. شوف خالد ما تقول لي والو مالك اش ساكن هاك دراهم خويا وروح جيب لي باكي قصدير بيض ما عندي ما يسري لك راني خارج وجمع راهو مطريق هاي خالد خويا قول لي صحه غير مره بلا ما تفهم بزاف هيا ما تنسايش دوك يجوا الجماعه قولهم يستناوني هنا ساهل ساهل غير روح
صاي يا جخل السلام عليكم. سولت عليكم شوية بزاف خالد خويا، ماشي شوية، رانا روطار جمال طولنا عليه. سمحوا لي والله الدار سوني شنو واحد الصوالح ومشديت شوية. هيا اكتيفي جبنا الوقت. هاني جاي. ليش ما جبتيش؟ شتيتيها وقلت لك باللي فاتحه، بصح انت ما تصنتيش. ابن عمي توالي لكم معك ولازم يعمر راسو ملكي حتى قرابوني كون أبك هذه النقرة ما خلصوا لها ذيك حتى كنت فسفع لي رقوني حتى قاسي من خويا حبك التقى سمير خويا حلا بغيت ربي حلا نقولك حاجة قال عينا الغم محينك عاودي ها قلت لك حل التقى حل التقى انا بانيك حل انا نحل حبيبي التقى حبس طفيتو مالك شكل لا بانيك أنا نفهم من الناس راهي تموت كل يوم
قبل فحت تما. كاين يبكي قبيله تاع الطاقه ها يخلوني يخلون سي جاوا راح الحمد لله سلامات نحيم الدنيا وما فيها خال خو جيب لنا سوتا ياكل العود ها هو خال خو يا خال خو سلامات شي ضربني على باك قال وصلتها يا شيخ وين به؟ للدار خويا عاودي يا برك انا من نشتي كي حلات الليله بيت خسرنا النقره انت مهبول سامير خويا نهبلو كاع معاك حرام كانوا عند ريسان حتى يقتلونا عاودي يا ما تخافش راهم راحوا ما يرجعوش شكون اللي يضمن الكتاب اللي ما يرجعوش فهمتك هذه خليها عندك الصوالح ما فيهمش زعق سما راحت الليل اخويا انا عندي حياتي خير من ليلتك شوف بركه جمر خويا بس مسي خالد اسمع خويا انا لازم نروح درك برك الله في سي خالد يعطيك الصحه وتسافني في الراي غير سرح الناس وتدخل دارك وسلك هذه الليله على خير صافي السلام عليكم صباح الخير تركتش الليله مازال ما يجي خالد علاه حتى جلت عباي يسمعوا لي قال لي نجيبو لك في الليل بصح كاع ما جاش هيا روح عندي حبيبي هيا عمري هيا حبيبي وين تجي هذا شوف حبيبي راك راه فات الحال وقتها ترجع ترقد وانا قارع لخالد كي يجي وقول له يعطيني الجو تاعك ندسهلك وكي تنوض الصباح تبع عند راسك صاي خويا صاي هيا رجع ترقد حبيبي ورك رايح
نرتقب تغيرا مفاجئا أثناء الليل يخص انخفاضا في الضغط الجوي، وذلك نتيجة قدوم اضطراب جوي وباردة. درجة الحرارة ستصل إلى حدود 18 درجة في مدينة تيرت وضواحيها. على الدماغ التي من أعراضها النسيان، التوتر السريع، صعوبة اتخاذ القرارات البسيطة، ورؤية الكوابيس. فمن المعروف أنه هاد الناس اللي يتناولوا هاد النوع من السموم يشوفوا كوابيس بكثرة وبشكلها الواقعي. يعني يتوقع مستهلك المخدرات أن ما رأاه في كوابيسه هو عبارة عن حقيقة وليس كابوس، يعني خيال، ويتعامل معها على هذا الأساس. وهذا ما قد يوصل في كثير من الحالات إلى حالات خطيرة كالجنون. هذا بالنسبة للمخدرات بشكل عام. بالنسبة للمستهلكين ماذا تقول؟ تقديرها عدد. هاي اختي، هاي جماعة كملت لا فيزيت، خلي مرضانية. هاي اختي، هاي اختي، هاي جماعة. Thank you.
سيدي قط سيدي علا 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 شخدرناكم شخدرناكم علا 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 حكرات علا 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 شخدرناكم شخدرناكم Thank you.
راك تبكي دروك يا طفرت ما عندك علاه تبكي واش قروا بيكم بعد سمحوا فيك تحسبوا رواحكم قاع ما تطيحوش بين يدينا اسمع بلا ما نتقلقوا وبلا ما نتنرفوا انا غادي نسقسيك انت جاوبني تفهمين شكون انت واش تجي دير هنا اسمع اسمع يا ولدي يفات قبلك قاعد داير روحك تعال مع الوقت هضرو مالا غير هضر خير طير الحر كيطيح ما تخبطش انا اسمع فيك تقدر كمان خير الفيستا نتاعك مش غلطين غادي يسلكك مني تحقرو تقتلو تخطفو تطيحو بين يدينا ترجعو مساكين تهدر ولا ما تهدرش ولا نهدر معاك
على مرة كيتحوسي يا بنيتي هذيك الدار خلات ما بقى فيها حد صباح الخير حاج مين يجي الخير يا بنتي ما مش هنا سير حاج ما على بالكش متى يرجعوا ما يرجعوش يا بنتي ما يرجعوش ما يرجعوش ما فهمتش رحلوا بدلوا سكنة ما يرجعوش لخاطر نادو قلت لهم كذا فضحوهم وقال الناس كانت سمع بيهم وما يعيدوا ويعلوا كذاب كذاب اللي يقول لك ما سمعتش قاعد سمعنا بلحنا الباب وطفيناه ضو وقطعنا العز وقعنا خرجنا لهم راس ووعدنا قدامش حنا فينا انسان طويل واه نعمل وغول بعضنا واه بالصعب باش ندافعوا لنفوسنا لا على خاطر حنا شبانا خوفين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما هيش الفيستا نتاعك يا خويا تما حنا نكذبو انا نتبلو عليك جبنا الفيستا وجبنا الكارطه ودرناها في جيبها ولبسناها لك هذه هي الفيستا تاع هذاك هذا السيد راه ميت قتلوه جماعه البارح في الغابه قتلوه قتلوه وانت كنت حاضر كي قتلوه صح شكون الجماعة اللي قتلوه ما نعرفهمش انت يستاهل العلاقه نتاعك به ما عندي حتى علاقه اسمع حتى الظروف اني نهضر معك بالعقليه مازال مكبر قلبي معك بزاف صح نتفاهم الصبر نتاعي عنده حدود علاش ما كنتش باغي نتامن السيد راه ميت قتلوه جماعه البارح في الغار انا اش درت انا كنت بردان كلحت له الفيسا وصبات لبست هذا مك واذا كذبتوني حاجه سهل تروحوا معايا وتشوفوا بعد ما هوش بيه اسمع لي شوف نعم الهضره اللي كان يهضر فيها الطفل قام ما دخلتش في راسي اتفرج فيه الشك دوك نروحو نشوفو نقلعو الشك الى مات بصح كيما قال نسيبوه والى مازال يجي نهار وغير ما تخافش تير توات من كرتوفة اثنين تير توات من كرتوفة اثنين قصنا بعض المعلومات على واحد المشبوه فيه اسمه صلاح قد
على بالي بلي كنا قاسين معاك. صاش تنديرو؟ هذه هي خدمتنا، لازم لك تفهم واش انت الاول اللي غلطنا فيه، ما غاديش تكون انت التالي. خاطر هاد الناس اللي راهم يقتلو يحركو يذبو ناس مجهولين، ناس ما عندهم لا دين ولا ملة، حكمو علينا باش يشكو في كاع الناس صغير وكبير، بالخصوص إلا لقيناه في حالة كيما اللي لقيناك فيها. على بالي بلي ما تقدرش تفهم حاجة كيما هادي. عنيفة ضرب شتاك انا ويدير تولي تيارت شتبقى لي في تيارت تولي شلاركم خلط ما نجمش نبقى وحدي في الدار. شوف الناس كنا نتاعي في وان ساكن وحدي ومع الخدمة وقع مرة علاش كل يوم، واش رايك جيت تسكن معايا تولي سنين ونسك تبدل شوية هو كيف رجع ربي قبل قبل اكتحان نروحو نربو فيها فطور وروح دوش وريح شوية دوك تفوت عن طبيب تاعنا نقيل كل جرح هذا صباح ان شاء الله نشهر. واش خالتك شنو تعرف تكوزين شوية؟ ما تخممش ما تخممش راك ضيف عندي انا ندبر راسي. شوف غادي يقول ما تجي نعمر لك هاد الفريكو ونوصي عليك مول الحانوت سي منصور راغي هنا في الدور ياك شنو محتاجي تروح عندو. انت ما تعرفنيش من قبل علاش كاع راك دير معايا في هادشي؟ تعشنا تجربة كيف كيف أخلت حكيتك مش بعيدة بزاف على حكيتي هذيك الطفلة الشابة اللي راهي بين يديك وذيك المرة الحنينة كان ما عمرينا نال لي هذا الدار صبرينا مسكينة كانت معمرتها بحسها تقيت كسرت لعب تسقط تقعد في بلاصة خمس دقائق كنت جي داخل الدار
جيجي اللي عندي مسكينة. بابا 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 مريم شين أحكي لك على مريم. واحد من الأحلام اللي كنت نحلم بها وتحقق لي، خلات لي حياتي خاوية. عشت معها 8 سنين ما ناقش على نهار زعفتني ولا تقلقت منها، بالعكس كنت كنجي من الخدمة مقلق من مشاكل تاع الناس وتاع الخدمة. كنت ندخل للدار نخزر فيها نرتاح. شنو كيلك نحكي لك اخر طبعا. كنت عايش عيشة نتاع الملوك، كان عندي كل شيء. في واحد الليلة شدي خلطة لك حالها ما ننساهاش. فهمت على اني نعمل فيك معاك خطر سني ثاني مني يا خالد. سمع انت عذر عليك عيلة كاملة وتبقى وحدك والناس ما يحسوش بك على خاطر كل واحد راه اللي يفهمه كما يقولوا الناس بكري ما يحس بجمرة غير اللي قوته. وانا قوتني الجمرة اللي قوتك يا خالد. اسمع لي هيك ما كانش على بالي بلي. اسمع خالد ملي أموري غادي تولي خويا صغير نطلب منك حاجة واحدة برك، ديرني أخوك كبير وتكل علي. نجم
اسمح لي شوف بعينك لا توشيش. ما توشوش شوف بعينك خويا عندك عيني شوف بها. اسمحي لي بسيبك. صح خويا. خويا ما تزعفش مني راك تبكي. عيني راه مضاريني هذا ما اسمح لي خويا. اذا خدمتي اثرت فيك حتى بكيت هذه حاجه كبيره لي هي اللي تخبرني. اسمحي لي خليني. ما زلنا هنا حتى نهار الخميس ارجع زورنا اذا بغيت. واجد شوف. نعم. كاع كتب اللي لقيناهم في الدار هذوما. حتى الشغل علاش طاحين في الارض ومكسرين. راهم تحت في الطويله. تبغي نجيبهم لك؟ لا، خليهم في اللوطه. كي نحتاجهم راني نقول لك. جبت معاك لي بيتا؟ نعم جبتهم معايا راهم هنا. كتب شوف. راني سقسيت عليه في المؤسسه اللي يقرا فيها. وعلى بالك المعدل تاعو شحال؟ الفصل الاول عنده 17 على 20. الفصل الثاني عنده 16 على 20. والفصل الثالث 19 على 20. خالد لازم يفوت الباك تاعو هذا. خلاص كملت فرغت كاع الشيء كاين في راسك كملنا مع هاد الهم ولا مازال؟ خلاص خالد لازم يكون عندك ايمان. ليش صرا سرق وشي اللي راك دير فيه ما غادي يدير والو. من تبت هكي بخويا من تبت من اشتايق الأمن بلي نسيت العود نشوف حلها مديتني شباب بشرب الحلحة. أنا الشيطان بغيت تكفر انسى خالد انسى. من تبت هكي من تبت انسى. لازم تنسى. لازم تفهم بلي والديك وخوتك ماتوا. ولازم تفهم بلي انت ما زلت حي خالد. راك تسمع ما زلت حي. لو كان هذيك اللي راك حتى معاه في الدار لو كان دروك راني بهذي
خرجت خالد ربي كاتب لك باتلك منها موش كاتب لك باتموت معها بغيت تبدل مشيئة الله. اسمع خالد لا تنسى اللي فات تخمم في اللي جاي تخمم في المستقبل نتاعك خالد فوز من المستقبل واه المستقبل نتاعك لو بالي بلي راه عندك البوكسنا ورني عارف بلي باقي لها ايامات تنجم تقول لي استراك ناوي دير فيه ما عندي ما ندير خلاص كل شيء راح كل شيء راح تعرف خالد هذوك الناس اللي قتلوا عائلتك وعائلتي ما همش طالبين حاجة أكثر من الشي اللي راك دير فيه وصلونا نقضوا لي اسم الدنيا نضيعوا شوفوا كل شي كحل نكرهوا حياتنا نتمنوا الموت نحطوا رسالنا في الأرض نحطوا رسالنا كما حطيت انت راسك لو بغيت تنتقم منهم تخلف دار بوك امك خوتك دخل الباك خالد جيبها دخل الجامعة وتخرج انت في حياتك كونك حاجة كبيرة خالد دير حاجة في بالك بلي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معكم ضربة اللي ما تطيحكش خالد تزيد قوة خمم مليح في هاد الهضرة خمم مليح دير حاجة في بالك اللي كي تنجح انت انتاجك تنجح البلاد معاك ضربة اللي ما تضيعش خالد تزيد القوة تزيد القوة
باش نقول لك صحيتي صحيتي باش نطلب منك تسمع لذاك المرة سمحي لي كنت مقلق شوية باش نقول لك صح كنت نفكي فيك ما كنتيش غلط الخدمة تاعك توشاتني بزاف حاجة عروة الله يعطيك الصحة أهلا أحلام تعرف اسمي بصح أنا مازال ما نعرفش اسمك عندك الحق صالح خالد من تيارت تيارت على بالك عندي صاحبتي عزيزة عليا في تيارت كانت تقرا معايا في ليبوزا قعدت معايا 6 شهور هكذاك ما راحت كانت تبغي هي الاداب درك راهي مراسله صحفيه في الخبر الله يبارك علاه ما زرتي كثير مالوغوزمون لا انا فان هذه المره الاولى نزور فيها وهر الخوف اللي رانا عايشين فيه احلام حرم علينا كلشي بلادنا وناش قادرين نحوسوها اسمح لي دينا الوقت في الهضرة و... لا معليش أحلم معليش أحلم معك مش تهي هذي حليها صح هذي التكنيك تاعي شو جابها عندك؟ لا ما تقلقيش أنا خدمتها قلتها عليك وخدمتها خدمتها أنت؟ إيه؟ يعطيك الصحة الله يسلمك تبغي نعاونك تكسبوزي معايا لا معليش خلي عندك صحيح تخالد هيا هيا نعرفك على الجماعة لا معليش انتو مركم تخدم وراني خايفة نديروجيك نديروجيني ما والو هيا نقدم لكم خالد فنان متيارت راه ضيف علينا اليوم السلام عليكم تفضل معنا على بالك خالد هذه الحفله هذه هي اللي تقرر يا نكمل في الفن هذا يا نحبس تحبسي علا تحبسي على خاطر في هذه الحفلة غادي يخيروا عازفين وأصوات يمثلوا الجزائر في فرنسا هذه حاجة بالنسبة لي ما تعوش وإذا ضاعت ما تعملوا إن شاء الله أنت على راكي مقلقة عندك صوت شباب مخيرة أغنية شابة ما عندك على تخافي راك تشوف مازال ما حفظوش وهذاك العود ما كاينش اللي يعزف عليه هذاك العود عندنا معاه مشكلة مشكلة واش من مشكلة مشكلة مازال ما جاش هذا؟ لا مازال ما جاش او كيف هدروك؟ كراهي تبالو مقيلة ما خيرت الوقت المليح اللي نجي فيه علا ما كاين والو ما تديرش علينا احنا دايما كيما هاك لا معليش احلى انا اسمحي لي نروح ما تنساش تجي في الحفلة انا عارف ان شاء الله لا معليش احلى شوف قدامك يا بنادم حل عينيك شويه حل مرقتش مليح اسمع لي هو يا اخي يا اخي
فواد شحال ساعة دروك؟ هاي 6:30. 6:30 تمسخر بينا تا ولا كيفا؟ ساعة ونص كاع روطار. كان عندي سؤال، هو خلي سؤال نجي نلعب انا. اما راه نلعبوا حنايا. وفي ميزك شحال رانا نديرو؟ انا نلعب. اما حبس عليا تلعب وهضر معايا. واري ضربني خير. اسمعني مليح فواد. إذا أنت تشوف فيها لعب، حنا نشوف فيها خدمة. ما تحاول تكمل معنا احترم الوقت كيما حنا. ولا ما كاش فهم روحك. صحيح. أنا لو الشيطان يا جماعة خلونا نبداو. المشكل ماهوش في الوقت. المشكل راهو في العزف. وين الغنية نتاعكم هذه حفظتها وكملت معاها. ومش محتاج كاع لي ريبيتيسيون هذا. مرضوني. تادي ما دايرنا كيما هاك خويا فؤاد. تجي في دقيقات تالية تبقى تمرض فينا. تجيب روحك ليا. كي تعرف تربط الطار تاعك تما نهضر معك. احترم روحك شي ابن عمي. تعرف تلعب العود بيت اقول كاع عباد الله. تحسب لي ما نعرفش نلعب العود احمر. نقول لك حاجه هواري. دبر على واحد يلعب معاك عود. علاه هذه الهضره هذه فؤاد؟ والناس اللي عرضناهم والحفله. هانتوما ها حفلتكم. وانت دبر على واحد تغني معاه. هو ضربك كيفاه؟ صعب الفرش اللي عندك ما تصحك. Thank you.
يخليك اخويا الله يعطيك الصحة. ولكم نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه المبادرات خاصة في هذه الظروف الحرجة. علاش تساعدوهم على الرقص والموسيقى؟ الخدمة داير الدور والرسانة الطائر ومالنا يتسرق قدام عينينا وانت جاي تهضر لي على الموسيقى؟ احنا رخصنا الأمان يا خويا، رخصنا الأمان يا سي محمد. هذا ماهوش المكان اللي نتحدثوا فيه على مثل هذه الأمور. اليوم عيد. عيد غير عليكم انتوما برك، وما حنا علينا الخدمي والمصايب. ما عندك ما مدخلك. البارح منين طاحوا عليا انايا وزمنوني في خمس كباش وحرقوا لي 10 قطارات، انت وين كنت؟ خليني نهضر. خليه يهضر. الله ينعس الشيطان. خليه يهضر يا سي، خليه يهضر. انا نهضرش اليوم يا سي. راه خليه يهضر. وين باغي يهضر؟ سي محمد. الناس اللي راك تشكي منهم سي محمد، هذا ما راهم يحوسوا. يشوفونا دائما كيما هاك مدابزين ومختلفين، عمرنا ولا نتفاهموا. شكون هذا ثاني؟ جزائري كيما انت سي محمد، عايش في الظروف اللي راك عايش فيها انت ولا بالك اكثر. بصح بغيت نفهم منك حاجه سي محمد، واسمح لي، واش دخل الموسيقى في اللي راك جاي انت على تول؟ علاش نخلطوا الامور؟ ولو كان حبسوا الموسيقى يتحل المشكل؟ على الاقل تخلي شويه الاحترام للعائله تاع الناس اللي راهي تموت كل يوم ماشي ترقص وتغني. مانيش عارف علاش دائما تشوفوا الموسيقى باللي هي الفرحه والزهو والشطيح. علاش ما تقولش هاد الفنانين راهم يعبروا على الشيء اللي راهم يحسوا به كيما راك تعبر عليه انت بزقاسي محمد؟ انت باين عليك ولدي ما راكش عارف روحك شارك تهضر. اللي رجلو في الماء ماشي كيما اللي رجلو في النار. قا راهم رجينا في النار سي محمد. راك مشرك في امك، ما قرحوكش كيما قرحوني انا. يوم ضقت الارهاب ابوي، ما ضقت الارهاب. انا زدت فيه سي محمد، انت على الاقل عش الشباب تاعك كيما بغيت. بصح انا وقراني رانا عايشينه كيما بغات الظروف. واذا كنت انت سي محمد ضيعت كباشك وارضك، انا ضيعت عائله كامل، ماتوا في ليله واحده. وبقيت وحدي، لا ام لا اب لا اخت لا اخ، هاكا بلا سبب. بصح ما خلطش الامور. واذا كان الاب تاعي مات انت ابوي، واذا خاوتي ماتوا توما كامل خاوتي، تواسوني وداوني وتلزوني ليكم، هاكا لازم لكم. مازال ما كرهناش مزقا والعياط. هاد الناس اللي خونوا مالك وقتلوا عائلتي وطمسوا المستقبل نتاعنا ودمروا البلاد، يحوسوا يزرعوا ما بيناتنا الفتنة باش حتى واحد فينا ما يبقى يثق في الاخر، ونبقاو مشتين كل واحد داير جمهورية في راسه. لعاونوهم باش يلحقوا واش بغاو.
أيه. حبس حبس حكي غير خير سكين كش ما نسيت دقيقة نشوف أحلى مونج أحلى شو راكي ديري راكاي خديت بهم باقي على ماذا من ثلاث مفتوح سنتي الأحلى بتزور وهر مرة أخرى ولا غير تروح تسان أنا ما جيت مقبل الوهر داخل شو ما نعرف فيها حتى واحد بصح دروك تغيرت الأمور خالد صح ما تلاقينا غير ثلاث مرات أنا تاني غادي توحشكم بحالنا بالذات انت وصلي سلام يا جماعة أوكي بخل جي ساوني سكول حتى لهنا بزاف عليك حاكم درت معايا الواجب اكثر من اليوم لازم لي نتكلى على روحي انت انسان مؤمن خالد وعاقل ما خافش عليك انا عاوزك توعدني الا كش ما احتاجت خبرني تهلا في روحك حكيم صحيت حكيم صحيت على كل شيء درتو معي شيء درتو معي والله ما ننساهلك ربي يجازيك إن شاء الله خلاص خالد ربي يجازيني جازيني بك كنت تحتوي الفريجيدير Thank you.
على جالكم ننجح ان شاء الله. أنا ما زدت كتبي على ضحايا الإرهاب فتيحة. صح، شوفي لو كانت ديري فيا واحدة المزية عمري ما ننساها لك. مين أمن هذا؟ مانيش أمن بلي كمن. لا أمن أمن. قولكم حاجة، هذه لازم لها حفلة خاطئة ولا ساقر خاطئة. أنا كنت شعفني خلوا واحدك يخرجوا لي رجلة ولا كيف أحمد؟ نيشان إلا خرجوا لي رجلة طعم كان لها حفلة لا والو. أنا عارف عرفتي الدار؟ على بالي بلي اليوم نهار التالي تاع الباك تاعك. اما انا جبت لك هذا الكادو خالد، ان شاء الله يعجبك. ايه هذا العود تاعي؟ الله يعطيك الصحة أحلى، ودعتيه جديد بصح ما قلتيليش مين دخلتي؟ شوف خالد، جبت لك واحد الخبر ما يجيش في بالك
وعلى بالي باللي ما تصدقوش. خبر ما يجيش في بالي. ايه الخير؟ ايش سواد؟ اقرا. هلا احلى تحسي تفكريني كي نسيت؟ تحسبي اللي كتب هذا يعرف الشيء اللي صرا خير مني؟ اللي كتب هذا الشيء يعرف اللي صرا خير منك. اقرا اقرا سطوره ثلاثه طوالة. أمل أمل ريحة يا أحلى ريحة يا أمل ريحة يا أحلى ورا أمل خالت ما احنا اللي فتا لك ردات كراسي وانت من اليوم وروح مزيود جديد اليوم اللي فات لازمك تنساه واليوم اللي جاي تخليه يشوفه.